الرقص عند شعوب الأرض لغة للجسد، قد تعني متعة أو تعبيرا عن فرحة أو تحريرا للروح. أما الرقص عند الإفريقي فهو لغة للحياة والموت وما بينهما، هو طقس أساسي لا يتم الاستغناء عنه في مجمل حياة الإفريقي اليومية. هو لغة تستطيع الصراخ والضحك واللعب والكراهية أو مقاومة الخوف والبلادة. فالشعوب الإفريقية هي أول من عرفت لغة الجسد أي الرقص، وهي أول من وطدت سلطة هذا الطقس وسيدته منذ الميلاد وحتى الموت. كما تحدثنا سوف نتناول الموسيقى والرقص عند الإفريقي لأنها لغة خاصة، ولأن الإفريقي أول من استخدم هذه اللغة وطورها ويظل حتى الآن يستخدمها. بيسعدنا في هذه الفقرة أن يكون ضيفنا هو دكتور تامر يحيى الباحث في أكاديمية الفنون. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. الرقص لدى الإفريقي، يعني من عاش في أفريقيا، من زار أفريقيا يعلم تماما أن الرقص سيجد في الطرقات، سيجد فوق المسرح، سيجد في كل الأماكن، في الأفراح، في الأتراح، في كل المناسبات. لماذا كان بهذه الأهمية لدى الإفريقي؟ أنا اندهشت في الأول لما حضرتك قلت الكلمتين اللي قلتهم في الأول دي، حاجة يعني ادهشتني بشكل جامد جدا، لانه فعلا الرقص هو لغه، وهي اللغه الاولى، لانه نابع من حركه الجسد. الرقص ده عباره عن انا بشرح، الجسد بيشرح كلمات وبيشرح جمل وبيشرح حركه كامله، وبتستخدم هذه الحركه في حكاية أو قصة أو حاجة معينة. ولذلك لما نيجي نقول أفريقيا، أفريقيا هي البداية، صحيح. هي يعني صحيح. يعني بدأ العالم كله، أنا دايما بقول بدأ العالم كله من أفريقيا. ولو كانت فيها شوية يعني صعبة نحن الواحد يقولها بهذا الشكل، ولكن دي بنعتبرها حقيقة. فهنلاقي إنه الإنسان في بدايته لازم يؤدي حركة، صحيح، ومن الحركة بدأت تظهر اللغة، فكانت اللغة الأولى هي لغة الرأس. من هنا اجتمع الرأس بحركاته وبأدائه وبأشكاله مع الجسد لكي نتحدث مع بعض. من هنا بدأت فكرة انه انا بعمل حركة معينة عشان اوصلها لحضرتك عشان حضرتك تشوفها وتعرف انا بقول ايه. ولذلك نلاقي ان الرأس الافريقي هو رأس تجريدي لأشكال الحياة نفسها، لأشكال الحياة نفسها، اللي ما يفيد أنا عايز أوصل إيه للفئة أو للمجتمع اللي أنا موجود فيه. ربما البداية دكتور تامر يحيى كانت محاولة من الأفريقي بالرقص للسيطرة على الطبيعة، لفهم الطبيعة، لعصر الصيد، محاولة لفهم نفسه، محاولة للتطهر، لطرد الأرواح الشريرة. يعني هناك وظائف متعددة للرقص. قبل ما نخش على موضوع ان الرقص طرد الارواح فيستخدم كطقس زي ما حضرتك بتقول، او قبل ما كمان ما نقول ان هو محاوله لفهم الطبيعه، لا، هو البدايه خالص كانت خلينا نقول انا ميميتيشن، يعني انا ميميتيتنج لحاجه، انا بعمل محاكاه. محاكاه، نعم، انا بعمل محاكاه لشيء. لما نيجي نشوف في البدايه خالص ايه هو النغم، الانغام، احنا ما نقدرش نعيش، يعني اول انسان خلينا نقول، طبعا ما فيش اثباتات بهذا الشكل، ولكن كلها مستخرجات من الطبيعة نفسها ومما حدث حولنا. هنلاقي ايه؟ هنلاقي انه ما فيش حياة بدون ايقاع. نعم. طب امتى انا ظهر لي الايقاع؟ الانسان قعد فترة طويلة جدا يبحث عن هذا الايقاع، نعم، مع ان الله سبحانه وتعالى باني وخالق الايقاع داخل الانسان، القلب ايقاع، صحيح، لكن الانسان ما خدش باله من فكره الايقاع الا لما الطبيعه نفسها ورته له ازاي؟ من خلال المطر وهو بينزل، خط الميه في الارض، خط الميه في الميه، في فرق كبير بين نزول قطرات الميه وخطها على الميه او قطرات الميه وخطها على الارض. طبعا بدأ الإنسان يحس ويسمع ويحس بالطبيعة. وقع شجرة، الشجرة وهي بتقع،
غير خبطة الشجرة، غير خبطة الطوبة لو اتكسرت من جبل وبتقع، وهكذا الارثكويس الزلازل وأصوات الزلازل وهكذا. كل موسيقى الكون، موسيقى الكون، كل ده بدأ يأثر في الفكر البشري في الأزمان السحيقة دي، اللي بدأ الإنسان يعرف بيها أن في إيقاع معين بيحدث. من هنا بدأ الإنسان أو بدأت الطبيعة توري له يعني إيه إيقاع. الإيقاع هو بداية الحركة. نعم. لأنه لو أنا عليت من أو سرعت من الحركة بتاعتي، أنا خرجت بره الإيقاع أو بطأت عن الإيقاع، فأنا لازم الحركة بتاعتي ترتبط بالإيقاع. ولذلك الرأس الأفريقي، حجري شوية وحرجع تاني، الرأس الأفريقي مرتبط بالإيقاع أكثر من أي رأس تاني. الإيقاع أنا بتكلم مش الإيقاع النغم، ولكن إيقاع خلينا أقول الطبلة. خلينا اقول طبول شهيرة جدا طبعا. فلانه ده التجريد للنغم. هو خبرها ازاي؟ فمن هنا بدا يتحرك على الايقاع. ده اللي انا بتكلم على الافريقي، بدا يتحرك على ايقاع معين. علشان النهارده كانت هنقول ان البدايات الاولى مثلا كانت الراجل بيروح يصطاد او يروح يجيب الاكل او يجيب الصيد بتاعه، الست قاعده في مكانها مع اولادها، بيرجع اهل القبيله او اهل الرجاله بيبتدوا يحكوا ايه اللي حدث امام السيدات، امام الستات، ماذا حدث في الاحتفاليه، احتفاليه خاصه، فيقلد حركه الحيوان. هنا بقى بيحصل بقى ايه التقليد او المحاكاه، انه انا بقف في مكان، الحيوان في مكان، انا عمل ايه، حصل ايه، ففلان مات، الحيوان قتله او هو قتل الحيوان. وهنا جزئيه في غايه الاهميه لو جينا بصينا لها، الست في اللحظه دي او في الفتره دي ما هي الا الوعاء اللي عمال يتملي باشكال حركيه وباشكال وبقصص والى اخره، اللي منها هتبتدي تعلم ولادها. واخد بال حضرتك؟ بتعلم الاولاد. ده بيقودنا دكتور تامر لفكره جماعيه الرقص عند الافريقي. ده مهم جدا. ده في غايه الاهميه. واخد بال حضرتك ازاي؟ وده الربط الاساسي لفكره الاحتفاليه اللي هتحصل او اللي بتحدث، والاحتفاليه الاولى اللي بتحدث هنا في وصف ماذا حدث. وعليه هتلاقي حضرتك انه اللي بيقدم الخطوه بيحاول يجردها، تجريد للخطوه بشكل او باخر، لانها تبقى سريعه جدا في ان انا اعرفك حضرتك انا بقى ايه اللي حصل لي، وفي نفس الوقت اوصل المعلومه باسرع شكل ممكن. ولذلك الرأس هو عملية توصيل معلومات من إلى. أليس غريبا أن يعني اكتشاف الرقص أو بداية الإنسان مع الرقص كانت هي فكرة التعبير الجسدي أو البادي موفمنت أو لغة التعبير الجسدي، ثم في عصرنا الحديث تعود هذه الحركات لتصبح من الحركات الرائدة في الفن، فكرة التعبير بالجسد واختزال الكلمة. أول من تحدث بكلمة التعبير الجسدي، التعبير الحركي، كانت مصر بالمناسبة. ودي كانت حاجة غريبة شوية، ودي كانت بدايات في حوالي يعني أواخر هنقول إيه بداية الستينات، وكانت تربية رياضية، تربية رياضية الجزيرة، هم بدأوا يتكلموا في هذا الجزء بشكل شوية داخل قوي في هذا الموضوع. فعلا الجسد بيعبر عما بداخله من خلال شكل حركة معينة. يعني أنا دلوقتي بتكلم مع حضرتك، إيدي عمالة بتتحرك. صحيح. وحضرتك بتكلمني مثلا إيه أو في أي، وإحنا بنتكلم ده أنا بأكد بيه، أنا حاليا بأكد بيه الكلمة اللي أنا بقولها، الكلمة المنطوقة، المنطوقة. لكن كان قبل كده الكلمة كانت أضعف في الزمن في الأزمان القديمة، الكلمة كانت أضعف، فكنت أنا محتاج لحركة معينة مجردة مش حركة مركبة علشان أقدر أحدد بيها أنا بتكلم عايز أقول إيه. من هنا كانت فكرة أنا بدي ساينز معينة أو ساين علامات معينة، علامات معينة حركية، لأنه بكلم حد بعيد عني في مكان أبعد، فأنا بحاول أكلمه فبدي له حركة معينة يفهم أنا بقول إيه، أو بقول له تعالى. صحيح.
هي كانت اللغة الأولى للتواصل والتفاهم بين البشر. وربما يرى بعض الكتاب والمفكرين أن اللغة أصبحت عاجزة في عصرنا الحديث لتحقيق هذا التواصل الإنساني، فتعود تلك الرقصات مرة أخرى، أو يعود التعبير الجسدي في محاولة لخلق لغة تفاهم فني. خليني بس أقول إيه، أزود جزئية أو أنت حضرتك قلتها حالا دلوقتي، الفن. نعم. ما هو أنا ممكن يعني هقول لحضرتك إزاي. طب أنا حدي حضرتك ثلاث علامات عالمية وهنستغرب لهم دلوقتي، بس شوف الفن وجماله في داخل هذه العلامات. لما أنا أقول النهاردة لطفل عندي في مصر في المدرسة، يا ابني اديني قول لي رقم ثلاثة على إيدك، هيعملها إزاي على طول. نعم. مع إن لو أنا رحت لألماني، بص بقى الفرق، وقلت له يا ابني برضو الألماني بقى طفل ألماني، اديني رقم ثلاثة على إيدك، هيعملوا كده. إيه ده؟ المصري عمل كده والألماني عمل كده. شوف الفرق قد ايه، شوف فرق الجامعات المختلفه في العالم. طيب لو جينا للانجليزي هيعمل لي كده، الله، دي ثلاثه ودي ثلاثه ودي ثلاثه. الاختلاف ده ناتج عن ايه؟ البيئه وجغرافيه المكان. خدت بال حاجه زي، شوف الفروقات البسيطه دي. ده حتى بني فيلم، في فيلم انا مش قادر افتكر اسمه دلوقتي، اجنبي، كان بيتكلم عن مجموعة في الحرب العالمية الثانية من الضباط، وواحد فيهم ألماني، هو طبعا يعني هو جاسوس، جاسوس أمريكي، فبيحاول ان هو يقلد الألمان، وقعوه الألمان في الحركة دي. لما جيب يطلب عمل ثلاثة، ما عملش ثلاثة بهذا الشكل، كان عملها كده خلاص، ده أجنبي. كود ثقافة ونعم. فوصلنا كده للكلمة اللي أنا كنت عايز أقولها. نعم. الحركة هي كود لمجامعتها. نعم. ولأهلها. احنا معانا رقصة من قلب افريقيا، هنشوفها ونعود لمواصلة حوارنا مع الدكتور تامر ريح. الرقص الشعبي في إفريقيا كما يعرفه المفكر والفنان الإفريقي المعاصر كاتوفو ديبا
هو طابع طقوسي سحري من طبائع الحياة الإفريقية لا ينفصل عن أي شيء آخر بها، وهو مزيج من النغم والحركة أبعد من أن يكون فنا مستقلا، كما هو الحال بالنسبة للرقص الأوروبي. والرقص يتعلمه الأفارقة كما يتعلمون الكلام ليعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. احنا شفنا دكتور تامر، بأعيد الترحيب بحضرتك، يعني شفنا استعراض جميل جدا وغنائي راقص، ولكن إلى أي لون من ألوان الرقص ينتمي؟ وهل هو استعراضي؟ هل هو شعبي؟ وإيه الفرق بينهم؟ هو الرقص الاستعراضي، خلينا أقول الأول، الرقص الشعبي ده بي 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 يعني لجماعاته، كل جماعة، كل مجموعة، كل فئة في المجتمع لها أشكال رقصتها. الرقص الشعبي مش لا يمتلكه واحد، ولكن تمتلكه الفئة كاملة أو الجماعة كلها، المجموع كله. أما الرقص الاستعراضي ده، عشان نفرق بس ما بين كلمة رقص استعراضي أو رقص شعبي، أما الرقص الاستعراضي بتبقى فكرة مصمم الرقصات أو المخرج اللي بيخرج الحركة من خلال تفاعله مع أحداث معينة، حدث معين أو فكرة معينة في 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 تخيله، فبيبتدي يطلعها بشكل تعبيري حركي على المسرح، سواء ده المسرح مفتوح أو مكان. اللي احنا شفناه دلوقتي هي خطوات ما بين خطوات أجنبية على خطوات أفريقية متجمعة مع بعضيها، مدياني الطعم والجمال والحلاوة اللي احنا اتفرجنا عليها. مزيج بس أقرب إلى الاستعراض. هو استعراض لأنه أنا ما أقدرش أقول عليه رقص شعبي إلا إذا كانت المجموعة كلها من نفس المكان، المزيكا والموسيقى والأدوات الموسيقية المستخدمة من نفس المكان، واخبار حاجة زي، يبقى في الحالة دي مبدئيا كده هبتدي أقول ده رقص شعبي. لكن لما بدخل آلات موسيقية غربية ويبتدي حركات هكسرها واديها الطعم والشكل للمكان، لا يبتدي يبان لي بقى دلوقتي لا ده رقص استعراضي، مش رقص شعبي مرتبط بنفس المكان ونفس البيئه، مع انه يداني الطعم وجمال وحلاوه البيئه. ولذلك لما نجري بسرعه عندنا هنا في مصر مثلا ونيجي نتفرج على الفرق الرقص الشعبي العظيمه، الرضا القوميه الاستعراضيه، دي كلها رقصات استعراضيه جميله جدا بتديني طعم وحلاوه وجمال والبيئه والمكان. لكن لما اجي ابص على الرقص الشعبي لا هلاقيه مختلف. خدت بالك حاجه ازاي؟ وجميل وحلو، لكن هنا انا حليته بقى، انا خليته اديت له بقى الشكل الجميل بتاعه، صنفرت الخطوه دي، دخلت الجزء ده، وهكذا وهكذا. ايه اللي بيميز الموسيقى والرقص الافريقي عن غيره من الطبل. الشعوب على طول الطبله. ليه الطبله؟ ولازم اقول الطبله واكد ليه؟ لو انا زعقت بصوت عالي الكل هيبص لي، لكن لو اتكلمت بهدوء وبشكل بسيط في بعضا من الناس هتبص وبعضا من الناس لا. الطبله هي الاساس للريتم او الايقاع، الايقاع الحياه نفسه. ولذلك لما جينا نقول في البدايه افريقيا، على فكرة هذه الرقصة الجميلة المبهجة الساخرة كانت جزء أصيل من أسلوب الرقص أو استخدام الرقص عند الإفريقي للسخرية، وهو منهج بيستخدمه سخر من المستعمر البريطاني بتقليد، كما تفضل الدكتور تامر يحيى بالتأكيد على فكرة المحاكاة، بتقليد المستعمر بشكل ساخر، وده كان بيحدث تأثير عظيم جدا على جمهور المتلقين. يمكن في التابلو اللي شفناه أو هذه الرقصة من مجموعة الأطفال الجمال بنشوف فكرة سخرية مخففة من الدي جي ووضع الأطباق وشوية شوف حضرتك الطفل ده حاجة يعني جبارة جدا. شوف الأطفال مثلا هم بيتحركوا وطوا نزلوا حاجة كده برجليهم كده لتحت شوية، ده مديني ده دي محاكاة للطبيعة نفسها للحيوانات للكائنات الموجودة الحيوانات الموجودة.
خبطات الرجلين وحركات الرجلين اللي بيحركها الأطفال دي، دي كاملة محاكاة برضو من الكائنات أو آسف من الحيوانات اللي موجودة حواليه. وأضاف إليها بقى النهاردة لبس التقليد للسماعات، لبس وحاطين الطبقين وبتاع كأنه بيشتغل كأنه دي جي وحركة وصوت والآخره. الطفل قدر ان هو يجمع الاثنين مع بعض ويطلع لي الشكل ده. انا لما اشوفه النهارده لا ده افريقي خالص، مع انه ده اعتقد كوتيفوار، اعتقد جزء من الكوتيفوار او ساحل في المنطقه دي. جميل. وبتختلف حركاتهم، حركات الخطأ بتختلف البلاد الافريقيه في الموسيقات، وهل في حاجات قواسم مشتركه في الموسيقى والرقص؟ في يمكن الموسيقى، لا اسف، انا يمكن الرقص في قواسم مشتركه كتير. هو كنت انا عملت بحث من فتره، والبحث ده شويه غريب. انا قسمت فئات المجتمعات الافريقيه من خلال خطوات رقص معينه. يعني احنا ممكن نعمل خريطه جديده للتجمعات البشريه في منطقه او في قاره افريقيا من خلال بعضا من الخطوات اللي نقدر نحدد بيها ده منين وفين، او ده منين وفين. فده نتيجة انه احنا كلنا شربنا من مية واحدة او ارض واحدة واكلنا في ارض واحدة. دي افريقيا فعلا، دي حقيقة. المستعمر لما دخل في الازمان البعيدة اثر في بعضا منها، ولكن ما زال الجين الافريقي جوايا ما بيتحركش. احنا الفرق الوحيد اللي ما بيننا احنا يعني في افريقيا، خليني اقول حاجة غريبة شوية، شمال افريقيا مظبوط، وافريقيا بقى اللي هي بقى ايه وما بعد شمال افريقيا. شمال افريقيا الخمس دول المعروفين، ودول ليهم وضع خاص، وفيهم دوله، ودي اهم دوله فيهم انا بحبها قوي، اللي قاعده على الناصيه. دي دوله في غايه الاهميه اسمها مصر. دي واحده ست جميله حلوه قاعده على الناصيه بامانه، او ساكنه على الناصيه كده على شارعين، مش كبار والله، مش كبار، لكن مهمين او في غايه الاهميه. اي حد معدي عايز يخش افريقيا لازم يعدي من الشارعين دول. اي حد عايز يخرج من افريقيا لازم يخرج من الشارعين دول، البحر الاحمر البحر المتوسط. صحيح. ولذلك مصر بقى ليها وضع خاص وجمال وحلاوه كده في افريقيا. صحيح. وجزء منها في قاره اسيا اللي هو سيناء العزيزه. بالظبط. في بمناسبه كاس الامم الافريقيه وامنياتنا الطيبه لمنتخبنا، مبروك مقدما طبعا، احنا نتمنى ان هو يعني يفوز وتنتهي المباراه بفوزه، وكل الامنيات الطيبه للفرق الافريقيه. في معلومات عن الرقصات اللي بيؤديها اللاعبين بعد احراز الاهداف. ففي رقصه اسمها اوزونتو، دي بيؤدوها الراقصين بتوع غانا بعد احراز الهدف. منتخب الكونغو له اغنيه للمطرب الكونغولي فيليكس اوزايكواوا، حازت على اكثر من 500 مليون متابعه في اليوتيوب. ونسور نيجيريا بيستوحوا احتفالاتهم من قبيله اليوربا، واغلب اللاعبين بينتموا للقبيله ديت. وبينما بترتفع اهازيج اوش بابا في المدرجات من قبل جماهير النسور، ودي بتعني انتم الافضل. لاعبوا ساحل العاج بيقدموا رقصه احتفاليه جديده في 2019، غيروا لان في رقصه اتمنعت لتعارضها مع التقاليد، حرموا من تقديمها. وكان بيؤديها دروجبا، ديدي دروجبا كان بيؤدي رقصة اسمها مابوكا، احتفل بيها مع زملائه في كأس أمم أفريقية، وتم منع الرقصة لتعارضها مع العادات والتقاليد. منتخب تنزانيا بيقدم رقصة اسمها كوانغوراوا، اشتهرت على يد المغني التنزاني دياموند بلاتونور. منتخب بافانا أو الأولاد بيقدم رقصة مقدسة في جنوب أفريقيا تكريما لمايكل جاكسون. ومالي بتقدم رقصة اسمها ميمس، والكاميروني دروجبا الرقصة اللي قدمها الماكوسا سنة 1990 في كأس العالم بعد إحرازه للأهداف، اللي كان بيهز جسمه بطريقة معينة كده، النصف الأسفل من جسمه بطريقة سريعة جدا، أصبحت أيقونة من أيقونات الرقصات. الغريب إن رقصات اللاعبين ديت مستوحاة من رقصات للقبائل بتاعتهم لثقافتهم.
يعني مزبوط. يعني معلومة بنهديها بس لعشاق الكورة الكورة أفريقيا، وحضرتك واحد من عشاق هذه الساحرة المستديرة. أفريقي مصري طبعا وبعشق الكورة طبعا. صحيح. نذهب إلى فاصل، ما زلنا معكم في قلب أفريقيا، حيث المتعة وحيث الرقص وحيث هذا الإنسان الأول الذي أدرك أهمية الإيقاع، وأكثر إنسان على وجه البسيطة ممتلئ بالإيقاع وممتلئ بالموسيقى وممتلئ بالحيوية وممتلئ بالحركة واحتضان الحياة بشكلها الفني الموسيقي الراقص. بعد الفاصل نواصل حوارنا مع الدكتور تامر ريحي. اللي تابع أو زار أفريقيا يعني بيدهش لتمكن الإفريقي من جسده، فهمه لجسده، حرية الجسد وقدرته على التعبير بجسده، فعلا قدرة غير عادية. ومن الحاجات اللي أذكرها عن أفريقيا لأني عشت فيها فترة، فكرة السمار، الاعتزاز باللون الأسمر أو إذا شئت أن تقول الأسود، لأنه حتى المهور المهر كلما كانت المرأة أكثر سمارا كلما زاد مهرها واعتبر قيمة جمالية أعلى. يعني ليوبولد سينجور اللي هو كان رئيس السنغال أكد على المعنى ده وقال أن الأسود هو الأفضل لأنه يمتلك الحكمة، وكان فيها نبرة من رد العنصرية للأبيض. بأعيد الترحيب بالدكتور تامر يحيى. يعني شفنا رقصة من فيلم عربي والراقصة السمراء فعلا بحيويتها واضحة جدا، كنت تريد أن تشير إلى طبعا سعاد حسني طبعا في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة. السمار الجميل ده والرقص السريع، يعني كنت تريد أن تربط ما بين خط يجمع أفريقيا كلها. طيب اسمح لي بس حاجة. في حد بيكره الشوكولاتة؟ لا الجميلة. طبعا دي صمرة. طبعا طبعا الشوكولاتة وعلى فكرة في شوكولاتة بيضة ما نقدرش نتكلم برضو ليه. طبعا طبعا أفريقيا في سمارها وفي جمالها بتقول انا 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 يعني انا السحر، انا الجمال، انا الحلاوه. مصر اسمها الاساسي الاولاني خلاص كان كمت. كمت يعني ايه؟ كمت الارض السمراء. صحيح. يعني حتى دي كمان الله عليك. صحيح. شمال افريقيا كله كلنا نقول السمار نص الجمال. فلا السمار ده له وضع وله مكانه وله طعم. وفي عباره اخرى اذا كان البياض نصف الجمال فالسمار الجمال كله. طبعا. ودي جزرنا دكتور تامر، يعني دي جزرنا اللي يمكن كثير من الافارقه ربما لا يدركون ان جزرنا اننا نشترك معهم في سمره البشره ايضا وفي كثير من العادات والتقاليد، وجنوب مصر كله يشترك معهم في كثير من العادات والتقاليد. والله العادات والتقاليد لكن السمار في بعض من الباحثين اثبتوا انه السمار حدث نتيجه الـ البيئه وجغرافيه المكان. يعني في بعض من الباحثين قالوا هذا. لانه وفي باحثين تانيين قالوا لا ده في السمار ده موجود في الجين الانسان. فانا ما اقدرش ان انا اروح لده او اروح لده لان دراستي هنا في الحته دي بعيده شويه. تمام. لكن السم الاسمر جميل والابيض جميل. صحيح. وربنا صحيح. خلق لنا كل الورد بكذا نوع وبكذا شكل. صحيح. يعني خلق الجنينه جميله جدا جدا سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. في خطوه اساسيه جمعت كل افريقيا. والخطوه دي خطوه من الجمال والحلاوه اللي بتديني شكل معين. برد واسل، الدكتور برد واسل في شغله في, في 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 دراساته. نعم. هو من اول ما بدا في الكينيسيولوجي، انا اول واحد بنزل كينيسيولوجي لمصر كعلم جديد النهارده. لما بيتكلم عن لغه الجسد بشكل معين. ايه المعنى وايه الاساسي؟ هنفاجئ انه الخطوه الحركيه الرعشه في الجسد. نعم. افريقيا مشهوره بالرعشة في الجسد.
الرعشة دي لما مشيت وراها في حبر التاريخ أنا عايز أوصل يعني إيه المغزى وإيه المعنى منها. لقيت أنه البدايات خالص بدأت من العصور المصرية القديمة. وصلت إلى العصور المصرية القديمة وبداية خطوة أو حركة الرعشة في الجسد. أفريقيا اتشهرت بيها. الخطوة دي لو قدرنا أن احنا نحطها تحت المجهر تماما هتفاجأ حضرتك مصر ليها شكل في الرعشة الجسد. هنطلع على شمال أفريقيا بعد كده هطلع على تونس المغرب ليها شكل. ليها شكل تاني مختلف. صحيح. وكل مدى الشكل بيختلف. يعني أنا عندي في مصر مثلا الرعشة الجسد بتحصل عندي مثلا من فوق لتحت مثلا. هتفاجأ أنه في منطقة شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر يمين شمال. هنخش على افريقيا وجنوب افريقيا هفاجئ ان انا هنزل بحتني ركبي شويه وابتدي اعمل الحركه دي برضو مع خطوات لقدام يعني ركية النار ويبتدي يتحرك حواليها الراقص او المؤدي وبحركه سريعه غايه في السرعه بالحركه دي نفسها. الساحل العاج ساحل العاج يبتدي يحرك رجليه بحركات لا يتصورها عقل الانسان في السرعه. سريعه جدا حركات رجليه وفي نفس الوقت الرعشه موجوده. من هنا اقدر احدد النهارده بالشكل الحركي ده كل جماعه وكل فئه في المجتمعات الافريقيه رايحه فين وجايه منين. افريقيا زلازل وافريقيا حر وافريقيا الرعشه. ايه اللي حققه الرقص والموسيقى للانسان الافريقي؟ ما الذي يمثله يعني للإنسان الأفريقي؟ ربط الإنسان بالجذور بالبيئة بالمكان. زي ما قلنا في البداية أنه الحياة نغم والحياة إيقاع. فلما أحط النغم مع الإيقاع حضرتك هتفهمني وأنا بتكلم. صحيح. يعني لو اتكلمت بتونات مختلفة وبش وبسرعة شديدة أو ببطء شديد أو بسرعة مع بطء أو هيحصل في هيزيتيتنج كده حصل أو في اهتزاز يحصل كده في الفكر. فلو النغم مظبوط مع الإيقاع اللي موجود معاه اللي ما يفيد معنى النغم أنا كده قدرت أوصل للحياة نفسها. مع الحركة أنا أثبتت وجودي كإنسان. لغة عالمية. لغة عالمية. أفريقيا اشتهرت بجمال وحلاوة نغمها وإيقاعها مع خطوات أشكال تعبيرية حركية منها الإنسان الأفريقي أدى إلى أنه أنا موجود أنا عايش. خبطات الرجلين على الأرض بتقول الأرض بتاعتي الحركة دي بتاعتي الأرض دي بتاعتي ده بيثبت لي. وفي طاقة أعلى شوية عن أي رقص آخر يعني بتشعر الرقص الأفريقي جواه طاقة شديدة يعني حركات سريعة يستطيع أن يرقص لساعات متواصلة يعني. هو الأفريقي هو خليني أقول حاجة الأفريقي بيرقص لساعات متواصلة بالليل مش بالنهار. طبعا خلي بالحاجة وده ليه؟ لأنه الجسد بيفقد الكثير من الطاقة بتاعته أثناء النهار في الأيام في الفترات اللي هي الحرارة العالية. ولذلك لما أجي أبص لآسيا وحركات الراقصين الشمال فوق الروس وأول آخر لا حركات أسرع وحركات سريعة جدا وحركات بنط في الهواء وبجري الأفريقي لا الأفريقي يعني كل ما ببعد عن ساعات النهار العالية في الحرارة يعني بعد العصر كمثال مثلا وقت العصر وقت الظهيرة لا الحركات بطيئة أو الحركات بسيطة أو يعني أنا بتحرك حركات سريعة جدا وبقف ما بكملش الوقت. لكن بالليل ركية النار. احنا مين مننا لو أول ما بقول أفريقيا على طول هيجي في تفكير حضرتك نار متولعة وناس بتلف حواليها. طب النار دي بتولع بالنهار؟ بالليل طبعا. هو ده علشان كده عشان ما يفقدش جزء من الطاقة بتاعته بالنهار فبيعملها بالليل. فهي بالليل أنا بتحرك وبرقص وبحتفل مع الموسيقى أو مع الغناء ولكن دائما وأبدا ركية النار. يبقى معنى كده أن أنا بتحرك في دوائر. وهتفاجأ بحرك في الكلمة اللي قلتها دي أنه معظم رقصات الشعبية الأفريقية دوائر. في دوائر ودوائر يا إما دوائر مغلقة أو دوائر مفتوحة نص دائرة وبرجع في مكاني. ليه؟
يبقى كده هخش في حاجه اسمها الطقس الطقوس. جميع الطقوس المرتبطه باديان حركتها دوائر. صحيح. وده شيء جميل. صحيح. عشان نقدر نحدد الطقوس البعيده عن الاديان السماويه، لان في عندنا بقى لو اتكلمنا في اديان يبقى عندنا اديان سماويه واديان خليني اقول ارضيه. هي فيها كثير من يعني فلسفات كثيره تحدثت عن فكره أن الدوران هو تماهي مع دوران الكون كله. تمام. هو تماهي مع الله خالق صحيح. الكون نفسه صحيح. حتى في الصوفية عندما يدور يدورون حول القطب الصوفي أو حول محور الارتكاز صحيح. هو حالة من حالات الذوبان، تحرر من الجسد من أجل أن الروح لكي تتوحد. أصلا طقوسنا حتى الدينية الطواف الطواف حول الكعبة نفسه هو هنا. هو في حالة الدوران من أجل التوحد مع الخالق. هو في الأفكار دي كلها. هنا عندما نتحدث عن التعبير الحركي الإفريقي والموسيقى الإفريقية، ما الذي يميزها عن الموسيقى الأسيوية؟ وأنا أعلم أنك يعني باحث وتقوم بالتدريس في كثير من الجامعات الأسيوية. خليني أقول حاجة أنا لاحظتها. أفريقيا بتختلف في أسلوبها الموسيقي، أو خليني أقول شمال أفريقيا بيختلف عن جنوب أفريقيا كمان في شكل الموسيقي. شمال أفريقيا influenced يمتلك تأثير أو قوة تأثر كثيرا بجزء كبير من آسيا. يعني الموسيقى الإيرانية والموسيقى التركية والموسيقى الهندية أثرت تأثير جامد جدا في جزء كبير من شمال أفريقيا. في جزء مين؟ في مصر، يعني لحد مصر. ويبتدي تخف هذه الجزئية نوعا ما كل ما ببعد شمالا إلى أن حوصل للمغرب. المغرب تأثرت تأثير غريب جدا في موسيقاها بالموسيقى الأندلسية. وهنا الجمال والحلاوة تاني، لأن الموسيقى الأندلسية دي جاية لي من جنوب أسبانيا. طب الموسيقى الأندلسية دي جات لي منين؟ هنفاجأ إنها جات من العراق ومنطقة بين النهرين والآخر لما راحت هناك. واحنا نعلم طبعا الاندلس وفتح الاندلس والاخره، وقعدت فتره طويله القبائل العربيه موجوده في الاندلس. هنا حصل تاثير ورجع للتاثير ده تاني من خلال موسيقاهم في الموشحات الاندلسيه اللي متاثره بيها جامد جدا المغرب بجمال موسيقاها وحلاوه موسيقاها. طيب جنوب افريقيا هتفاجئ حضرتك ان ليها طعم خاص وشكل خاص. النيات، الموسيقى الغير الموسيقى الكاملة، يعني أنا بقول دايما إيه الناي والكمانجا والفلوت دي موسيقى continuously، موسيقى مستمرة. العود وتقطيع الموسيقى أو القانون القانون، لا دي موسيقى متقطعة. دي جميلة ودي جميلة، ولكن هلاقي بقى الموسيقى دي موجودة في جنوب أفريقيا الموسيقى الكونتينوسلي اللي هي مستمرة. الفلوت أو الآلات النحاسية مثلا أو هنا الاختلافات. طيب لو بصينا تاني ورجعنا تاني لأسيا هنفاجأ إنه وسط أسيا الهند، منطقة الهند لا خليني اقول الصين وتايوان وهونغ كونغ، دول اخطر دول انا حاليا بتعامل معهم كتير في دراسات بدرسها هناك كاستاذ هناك بدرس ليهم بتدرس ليهم الموسيقى لا الرقص، انا بقى الرقص الحركه التعبير الحركي التعبير الحركي التعبير الحركي لانه في ارتباط غريب جدا من العصور القديمه احنا كمصر والمنطقه دي على فكره من زمان. هنفاجئ بقى الموسيقى النهارده دخل فيها تاني الجزء القانون، بس عندهم هم قانون تاني مختلف نوعا ما، والالات النحاسيه في عندهم الات نحاسيه بنفس الطريقه دي. طب ده جالنا ازاي او ده وصل لنا ازاي؟
زي ما قلت لحضرتك عندك تركيا، منطقة تركيا ومنطقة إيران والعود والأنون في الفارسي موجود هناك في 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 منطقة فارس، ده موجود من 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 فترة من فترات بعيدة جدا، وده اللي جه على العرب بعد كده، ومن العرب ممكن نقول ان هو جالي، لان انا في مصر كمثال بسيط في الزمن القديم كان الناي هو الآلة الأكثر شيوعا، الموسيقية الأكثر شيوعا في الزمن القديم، والآلات هنقول المزمار وهو الآخر، بالإضافة إلى الهارب اللي موجود عندي من العصر الفرعوني اللي هو بدأ العصر المصري القديم اللي بدأ النهاردة يقل نوعا ما أو يكاد يكون مفيش موجود ولكن صعب يعني موجود في في دار الأوبرا المصرية، بنجد دكتورة واحدة فنانين كبار متخصصة زميلة يعني أكتر من عازفة هناك. ولكن الحقيقة وقت البرنامج دهمنا بنؤكد على مجموعة من الأشياء، مقولة أفلاطون بأن من لا يعرف الرقص فهو كالأم أو غير المتعلم، وكل شيء في أفريقيا يبدأ بالرقص. عبارة ليوبولد سينيغور اللي هو رئيس السنغال، حكم السنغال 20 عام، ثم ترك الحكم اختياريا لعبده ضيوف، وهو كان شاعرا وأديبا وباعث للنهضة وأيضا وضع النشيد القومي للسنغال. الحقيقة الرقص هو لغة الحياة، هو التعبير الحقيقي عن الحياة، وأكثر من عبر بجسده عن معاني مختلفة، من الميلاد إلى الفرح إلى الزواج إلى الإنجاب، كل هذه الأشياء حتى الموت نفسه عبر عنه الإفريقي جسديا بأبلغ تعبير. هو لغة عالمية أجادها الإفريقي ونقلها للعالم، وأثر حتى في الإنسان الأوروبي وفي مذاهب التكعيبية والوحشية وغيرها. كان حوارا ممتعا مع الدكتور تامر يحيى الباحث بأكاديمية الفنون والأستاذ الزائر في عدة جامعات. شكرا لحضرتك. أنا شاكر لحضرتك جدا جدا، ويهمني أقول جزء صغير خالص سريعا، لأن الدكتورة أجنس ديميل دي دكتورة كانت متخصصة طبعا في الرقص، قالت في مرة عن الرقص أنه الرقص هو كتابة الشعر في الهواء. الله. وزربا قال أيضا في رواية كازانتساكس الشهيرة، عندما أحزن أرقص. لأنه ليس هناك وسيلة أخرى لطرد الألم. بشكر حضراتكم، سعدت بوجودي معكم طارق عبد الفتاح، إلى اللقاء وموعدنا الأحد القادم بإذن الله. شكرا. وحكايات من التراث.